مشاهدي قناة المرابطون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حلقة جديدة من المشهد. في موريتانيا صدرت وثيقة طموحة في حقيقة الأمر إذا تأملناها، وهذه الوثيقة صدرت عن الانتفاضة الثقافية، فاعلون في حقل الثقافة، هدفهم إصلاح القطاع، وكان مندوبوهم قد حاولوا الالتقاء بوزيرة الثقافة التي اعتذرت عن لقائهم، ما حدا بهم إلى إيداع الوثيقة لدى السكرتارية المركزية. على أي حال سنناقش فحوى الوثيقة والمواضيع ذات الصلة مع ضيفنا لحلقة اليوم سالم دندو، رئيس اتحاد السينمائيين الموريتانيين، وهو أيضا مندوب وممثل الانتفاضة الثقافية. أهلا بكم. أهلا بكم جميعا إلى وقائع المشهد. يعني سيدي بداية، كيف تلقيتم اعتذار الوزيرة عن لقائكم؟ للتصحيح، وزير الثقافة ما اعتذرت عن لقائنا. احنا حتى نشك في انها علمت على النجين ياكنا الجوهر، لان اللي خلق ان جينا لوزارة الثقافة وجابرنا مع السكرتارة الخاصة للوزيرة، وفم بعض الاجراءات حسب اللي تطرعت بها، لانه لابد ان تعدل، اعلن فيه يوم محدد للقاء هو يوم الخميس المقبل، واعلن حد مستعجل عن هذا يكتب رسالة ويطرحها عند السكرتارة المركزية. لين جينا للسكرتارة المركزية، ده هو صراحة فم في كواليس الوزارة بدأ الخبر ينتشر في الكواليس، وخاصة بالنسبة للناس اللي حتى الآن لم تفهم بعد فحوى هذه الانتفاضة، سمعت فقط انتفاضة، وبالنسبة لهم على أي تحرك وأي شيء من هذا القبيل ربما يصب في مصب آخر، ولذا كلمة انتفاضة خصوصا الكلمة، ولذا ما حسينا على فم من 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 الموظفين في الوزارة والسكرتات أن فم تجاوب. المهم أن كتبنا رسالة وخليناها عند المركزية، قالت على أنها تدخل تقريبا في ظرف يوم، اللي هو احنا ثلاثة أيام تقريبا طرحناها، وحتى الآن ما زلنا ننتظر. خلينا نفترض أنها دخلت، حسب نفترض أنها دخلت، ما زلنا ننتظر. على كل حال ما لنا يائسين أن نجبر وزير الثقافة، ونختير ونجبروها إياك نتحدث احنا وهي حول الشأن العام. حول طيب، سوف ندخل الآن إلى فحوى الوثيقة. تحدثتم في مطلعها عن معوقات العمل الثقافي، ولم تذكروا شيئا طبعا عن وضع المعيشة وتدني مستويات التعليم. كيف تقام نشاطات ثقافية مجدية في 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 هذه الظروف؟ صراحة احنا تحدثنا عن هذه المعوقات، ولكن فم البعض اللي يرى ان الثقافة ليست أولوية. أعلن الأولوية أولا مادة عيش، مادة توكل، مادة سكن، مادة، وإحنا نشوف الأمور أترمها، نشوفوها بجهة أخرى. أعلن حتى المعيشة نفسها تحتاج إلى ثقافة، أن الواحد يعرف كيفاش يوكل ومنين، حتى التعليم. بالنسبة أن الثقافة توازي اللي قالوا التعليم، بإصلاح مؤسسة الثقافة وإصلاح مؤسسة التعليم يمكن أن نتنبؤ بمجتمع صالح وبمجتمع سوي. يقير بدارة الظهر لهذه المؤسسات الثنتين وتفشي الفساد فيهم، هذا يعتبر بالحقيقة لا يبشر بخير. طيب، يعني حددت وثيقتكم 10 أهداف من بينها خلق دبلوماسية ثقافية. هل ترون نجاحا باهرا في الدبلوماسية السياسية يشعل الحماس لإنشاء دبلوماسية ثقافية؟ احنا على الأقل نختاروا تفعيل الدبلوماسية الثقافية، لأنه بإمكان الدبلوماسية الثقافية أنها تعطي من النتائج اللي ما أعطت حتى الدبلوماسية السياسية، باللي كم من حتى ممكن تكون فم مشاكل أو أمور على المستوى السياسي بين القيادات وبين، إلا أنه بالثقافة ترتبط الشعوب وتتعارف، وحتى تتجاوز ذيك الخلافات السياسية الموجودة بين 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 القادة السياسيين وبين الحكومات وبين هذا، لأنه فم دبلوماسية ثقافية مفعلة وواضحة. بينما في غياب أنه تعود عندنا سفراء يمثلونا ثقافيا على الأقل، لكن تم مجهولين، لان احنا اللي عندنا من بطاقه تعريف، اللي عندنا من تعريف هو هذه الثقافه اللي هي تجمعنا كاملين بمكوناتنا كاملين، على تنوعها اللي بالنسبه لنا نعتبروه مصدر قوه، الين تعود ما هي معروفه مرقب، وحتى ما هي معروفه في الداخل نعود صراحه ما عندنا هويه. طيب، يعني كيف ترى حضور الثقافات الوطنيه المتنوعه داخل البلاد لتصدرها الى الخارج؟
هذا هو اللي جاي منشور، واحنا جايين من 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 انه فيه نوع من اهمال هذه الثقافات، اهمال هذا الموروث الثقافي وجعله في قالب نقدو احنا نشوفوه ونقدو نصدروه للاخر. احنا الوثيقه بين يديك، فم من تاسيس الدوله الموريتانيه. احنا بالنسبه لنا هذه الانتفاضه ما هي موجهه للشخص ولا هي موجهه لوزاره الثقافه وحدها، هذه الانتفاضه موجهه للمنظومه كامله. احنا نشوفوا ان من تاسيس الدوله الموريتانيه ذا اللي ينقال له العمل الثقافي ما قد نعطات له اي اهميه ولا قد نعطات له اي عنايه، وهو في الحقيقه احنا نرجعوا له يقد يحل لنا ياسر من المشاكل اللي واقعين فيها اليوم. هذه التفرقة اللي واقعين فيها اليوم، هذا التطرب، هذا الشذوذ، هذه أمور ما له قد يحلها، ما هو رجعنا للمكون الثقافي واستثمرنا فيه وحييناه، حتى ذاك اللي منه تراث عندنا ثقافات أخرى حديثة قد تحمل هذا التراث وتقدمه في شكل يليق وفي شكل الحقيقة نتوحدوا عليه كاملين. طيب، يعني هو الأهداف يعني كثيرة، يعني تقريبا 10 أهداف ربما هي التي حددتم. العمل على تغيير الواقع الثقافي الذي وصفتموه بالمزري، يعني واقع مزري بحسب وصفكم. من أجل نصلحه كيف نبدأ؟ احنا هذه الوثيقة صدرناها انطلاقا من أولا خبرة ان جل الفاعلين الثقافيين الموجودين في هذا الحراك ما فيهم ما عنده على الاقل خبرته 15 سنة في الميدان، وفيها اكاديميين حتى، معناها قبل ان ندخل في الاهداف شفنا الوضعية وشفنا المعوقات اللي موجودة عندنا، من ضمنها على ان ما فيه منشآت حتى للممارسة العمل الثقافي والعمل الفني. بإيجاد هذه المؤسسات اللي تلتقي فيها هذه الفعاليات الثقافية والفنية كاملة، ممكن أن نبدو بإيجاد أيضا تمويل اللي هو الدعم. احنا من ترقي من مبدأ أن وزارة الثقافة أنها ما هي منتجة العمل الثقافي، أنها راعية للعمل الثقافي، فيه فاعلين ثقافيين يقدوا ينتجوا هذا العمل الثقافي أيا كان، سواء كان شعر أو قصة أو مسرح أو موسيقى أو سينما. إحنا موجودين عندنا فاعلين في هذا المجال، ولكنهم متفرقين، ما هم متواجدين. وحتى في مرحلة من المراحل انسحب البساط ولا انسحبت الثقة من الفعل الثقافي، اللي انعاد المثقف هو أدنى خلق الله. هو بالنسبة لنا رؤيتنا له رؤية في الحقيقة ما هي مشجعة. يجب إعادة الاعتبار لهذا المفهوم، وإعادة الاعتبار للمثقف والفاعل الثقافي باعتبار أنه هو المخلص. طيب، لأنه يعني هو أنتم تحدثتم عن مراهنة على التكوين بالاختصاصات المرتبطة بالثقافة والفنون والتراث كشرط لإحداث التغيير الثقافي، وهذا سيعيدنا إلى التعليم الذي يوصف بأنه بأن حالته سيئة. يعني ألا ترون أن الأولوية هي في إصلاح التعليم حتى يصل إلى مرحلة ما، ثم بعد ذلك نتحدث عن 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 تصدير ثقافة أو إقامة نشاطات ثقافية؟ مبدئيا ما أنا ضد إصلاح التعليم بنفس القدر وبنفس الحماس اللي احنا فيه من أجل إصلاح الثقافة. أيضا نطالب بإصلاح التعليم، ونطالب في الوثيقة أيضا إدراج هذه الفنون وإدراج هذه الفعاليات الثقافية في النظام التربوي. لياك على الأقل احنا ما نبدع، احنا ما نجايين من 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 مرقب. ونشوفوا على ان في بدايه تاسيس الدوله الموريتانيه كان ده موجود، كانوا فيه نوادي مدرسيه في كل المؤسسات التعليميه، كان فم التربيه الفنيه كانت موجوده بالنسبه للتلاميذ، الا ان هذا غاب، ما كان موجود. وبالموازاه معه ايضا غابت الاماكن الثقافيه لممارسه الفعل الثقافي. معناها احنا مجتمع اسمح لي نقول ان متباركين، نحط مروسنا بروسنا في الوقت اللي شحينا في السياسة وشحينا في التجارة وأمور، وإحنا عندنا ذا اللي قالوا التعليم والثقافة نقدر نستثمروا فيه ونجبروا مواطن صالح. هو لابد أن نرجع لهذا. طيب، هو في اتفاق واضح وربما واضح أنه إجماع في 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 في, في المعمورة على أن إصلاح التعليم هو المبدأ لكل شيء، وفيه مثقفين وفيه متعلمين. هل ترى في موريتانيا مثقفين يعني بالدرجة بالنسبة التي تسمح بإقامة نشاط ثقافي حقيقي ناضج؟
ماني متشائم للدرجه. موريتانيا فيها مثقفين، موريتانيا فيها فنانين، موريتانيا فيها كل شيء، الا انه ما فهم الفرصه، ما هذو المثقفين وهذو الفاعلين في المجال ما تحت لهم الفرصه لانهم يقدموا ذي اللي يعرفوا. انا اللي نرد العين على ذي المجموعه اللي حالا ورا هذه الانتفاضه، نشوف ان في متخصصين، ولكن في المؤسسات في الوزاره مثلا قلائل ويكاد يكونوا ما هم موجودين حتى. احنا اللي نطالبوا به على ذوي الاختصاص انهم تولى لهم على الاقل يجربوا ونشوفوا اللي ممكن يقدموا. طيب نبقى في النقطه، يعني هو المعروف ان المصدر البشري هو اساس كل عمل سواء كان ثقافي او غير ثقافي، والمصادر البشريه تحتاج الى تعليم جيد. طب في موريتانيا دائما عندما تحدث عن الثقافه تذهب أذهان الجميع إلى الفنانين التقليديين، إلى الموسيقى والرقص إلى غير ذلك. لماذا تعتقد أن مجتمع عقليته هكذا وتصوره هكذا عن الثقافة؟ وحتى المهرجانات التي شاهدناها والمحاولات المهرجانات التي نشاهدها يعني تعتمد في أساسها على الموسيقى، يعني كيف ترى يعني قيمة نشاط ثقافي حقيقي في جو هذا وفي عقلية جمهور نفسه ربما هذا من ضمن الامور المطروحه للفاعل الثقافي والمثقف عموما على انه يغير العقليات. انا الموسيقى بالنسبه لي مكونه من مكونات الثقافه الموريتانيه وجزء لا يتجزأ من 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 منها، الا انها ما هي وحدها، موجود معها المسرح، موجود معها السينما، موجود معها الفن التشكيلي، موجود معها الشعر، موجود معها هذه الوان تتكامل فيما بعض مع بعضها. يعني لو كانت، يعني هو الشعر موجود والموسيقى موجودة لكن المسرح والسينما موجودين بشكل خجول حتى الآن، إذا أردنا أن نكون واقعيين يعني موجودين بشكل خجول نظرا لهذا التحليل اللي شفت. لو أنه منين ترد شوي التفكير الوراء تشوف أن احنا في الثمانينات كانت عندنا دار شباب واحدة. في الثمانينات كان في عندنا جمعيات مسرحية ونوادي مسرحية على الرغم من أن التكوين ما هو موجود، كان في مؤطر واحد تابع لوزارة الثقافة قالوا خليل طافش وكان يكون مجموعة الشباب ومشيات دفعة من الشباب تقرأ في تونس ورجعت، كان فيه تفكير جدي لأنه يعود فيه مسرح وطني، إلا أنه في مرحلة من المراحل تم الانتكاس، تم الرجوع عن هذا المبدأ. نحن لا ندري لماذا إلين نستثمروا في التكوين ونعتمدوا على المتخصصين اللي عندنا ونخلقوا فضاء يسمح بعلن الشباب الهواة يمارسوا هواياتهم بدون حجر وبدون تدخل، نراهنوا على أن ندور يعني عندنا طفرة ونهضة في مجال. طيب استراتيجيتكم لإصلاح قطاع الثقافة انطلاقا من هذه الوثيقة تأمل على المدى القريب والمتوسط، طيب ما هي مصوغات هذا التفاؤل؟ احنا نختار نعود واقعيين، ما نختار نعود نطلب شيء ما هو ممكن. نعرف على بناء قصور للثقافة ومركبات ومنشآت، هذه أمور تتطلب دراسة وتتطلب وقت، إلا أنه على الأقل يخصنا نصح الموجود ونبدأ منه كبداية وكإعلان حسن نية على الأقل أن مقبلين على ذاك اللي أصعب منه، ولذا قدمنا مجموعة طلبات على المدى القريب وبعضها على المدى المتوسط، وطالبنا بأن يشرك الفاعلين الثقافيين في هذه الأمور، يشاركوا في المشاريع الثقافية الكبرى، ويشاركوا حتى في المشاريع اللي تعدى وزارة الثقافة من مهرجانات ومن أشياء، احنا نطالبوا على أن يشاركوا فيها الفاعلين الثقافيين لأنها في الحقيقة ما عندهم بها علاقة. طيب هو في تقريبا 18 مطلب مقترح مطالب بها في المدى القريب، بدأت بتفعيل معهد الموسيقى، يعني سنعود على النقطة الأولى، الموسيقى دائما حاضرة في البداية، بعد ذلك إنشاء صناديق للدعم، وهناك مهرجانات، وهناك العمل على إشراك قطاع الثقافة، ومهم انتهت بتشكيل لجان مختلطة بين سلطة الوصاية والفاعلين الثقافيين توكل إليهم مهمة. يعني الوثيقة يبدو وكأنكم تطالبون بأن تكون وزارة الثقافة هي عبارة عن شركة بين يعني وزارة الثقافة وغير وفاعلين ثقافيين خارج وزارة الثقافة. هذا السؤال سيدي ستجيب عنه لكن بعد الفاصل. إذن مشاهدي قناة مرابطون لما كنتم نأخذ فاصل ثم نواصل إن شاء الله.
مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نعود بكم إلى الجزء الثاني والأخير من وقائع المشهد. معنا سالم دندو رئيس اتحاد السينمائيين الموريتانيين، وهو أيضا المتحدث والمندوب الانتفاضة الثقافية التي أصدرت وثيقة طموحة لإصلاح قطاع الثقافة والنهوض به. سيدي، كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند النقطة، قلنا بأن من الوثيقة يعني مقترحات يجب القيام بها على المدى القريب، يعني 18 ذكرناها، قلنا من ضمنها التشكيل لجان مختلطة بين السلطة الوصاية، وأيضا تريدون تقديم وثيقة إلى البرلمان. يعني هناك إجراءات طويلة لا يبدو في الأفق أن, 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 أن هذا المطلب سيتحقق قريبا، حتى هذه المدى الغريب يعني نجعلها تحت خط. ثم يبدو من الوثيقة أنكم تطالبون أن تكونوا شركاء في تسيير الثقافة مع الوزارة، يعني كيف يمكن أن نفهم هذه قبل الصورة؟ كل شيء نعود للنقطة اللي كنا عندها قبل الفاصل، وهو تفعيل معهد الموسيقى. هذا بالنسبة لنا هو قال لك تمخض الجبل وأنجب فأرا. احنا تحرينا سنوات أن لا يعود عندنا معاهد للفنون الجميلة وأشياء. اللي اجبرنا من شيء دار الشباب القديمه اللي كانت عندنا المتهالكه اللي الله غالب عليها، قالنا انها تعود معهد للموسيقى والفنون الجميله وفنيات العرض. هذه التسميه غريبه وظاهر من غرابتها، غريبه وطويله، ظاهر من غرابتها على ان ما تم التشاور مع الفاعلين الثقافيين وفي المجال الثقافي والفني في فكره انشاء فقط من اجل الاستهلاك ومن اجل الاستهلاك الاعلامي. نقول تم تسميه هذه الشيء. انا اتذكر مره من اللي له 5 سنوات ولا 6 والله اكثر حتى 10 قد طالبنا بمهرجانات وخلق اجتماع مجلس وزراء وخاضنا لان فيه مهرجان للفنون الشعبيه، وداخل المهرجان مازال في الدوايه حتى الان ما فاتوا عدة. نفس الشيء قال لنا حالا معهد الفنون الموسيقى والفنون الجميله، وكان الموسيقى ما هي من الفنون الجميله، وكانه ذيك المجموعه كانها هي الاساس. يعني انا ما تحدثت عنها هذا في البدايه، هذا من اجل ارضاء خواطر. طبعا الفنانين الموسيقيين مهضومين حقوقهم، واحنا نطالبوا بعلنهم يعادل بالاعتبار، ونطالبوا بعلنهم تنعطى لهم قيمه لانهم كانوا. هذه نقطه اخرى، هم لاعاده الاعتبار لهم يعني ترجع لهم. راجع لك. لكن ما اريد ان راجع لك. هذه معهد الموسيقى، هذه كلمه الموسيقى مرضين بها الفنانين الموسيقيين اللي فم احتمال انهم يعودوا معدل لهم شي خاسر. وانقالت الفنون الجميلة، وهم يختاروا يعودوا من ضمن الفنون الجميلة لأنهم ذا اللي واحلين فيه جميل وموسيقى ومن الفنون الجميلة. احنا في الانتفاضة نطالب من أجل إيجاد مكان، نطالب بإعادة تفعيل هذا المعهد وصياغة تسميته أيضا وضبط اختصاصاته كي يكون واضح. طيب هذا على الأقل كبداية، احنا ما لنا ما بين عنه لأنه هذا واضح. يعني لن نقف عند كل نقطة لأن الوقت لا يسمح، لكن يعني قلنا بأنك يعني سألت أنكم وكأنكم تريدون أن تكونوا شريك لوزارة الثقافة في تسيير الثقافة، وأنتم تطلبون طالبون تشكيل لجان مختلطة بين السلطة الوصاية اللي هي الوزارة والفاعلين الثقافيين توكل لها مهمة التقييم والتنظيم والإشراف على مختلف الأنشطة الثقافية، ولا يعني أنكم تريدون أن تكون شركاء في عمل هذا القطاع. هذا هو الترتيب الصحيح. وزارة الثقافة كم من مرة تقول ولا هي من اختصاصها، لأنها ما من اختصاصها إنتاج العمل الثقافي ولا العمل الفني ولا حتى الإسراف عليه والتقييم والإسراف. هي راعية لهذا العمل الثقافي والعمل الفني. إياك تعود راعية حق. يجب أن نتفكر في مشروع حيال الثقافة أو الفنون، يجب أن تستعين بذوي الخبرة، تستعين بالفاعلين الثقافيين والفنيين في الميدان، وهذا هو اللي ما يخلق. احنا نطالبه باشراك الفاعلين الثقافيين والفنيين في هذا المجال. اياك على الاقل يتم استشاره. اياك ما نوقعه في ورطه او غلطه معهد الموسيقى والفنون الجميله وفنيات العرض. طيب، فيه حديث ايضا يعني كيف ترون المطالبه بالنهوض بالعمل الثقافي، كيف ترون المطالبه بالنهوض بالعمل الثقافي واردا في ظل الظرف المعيشي والتعليمي والتنموي الحالي؟ احنا ظاهرنا على النهوض بالمستوى الثقافي والنهوض بالعمل الثقافي والاستثمار في هذه الفنون اللي احنا نراهنوا عليها على انه يدور يساهم في تغيير هذه الوضعية. لانه بالنسبة لنا
انت عندك، احنا عندنا كذا من الثقافات الوافده اللي تجي لمجتمعنا وبدات تستثمر في الثقافه وتنتج منها وحتى تدخل، واحنا عندنا ثقافه ناسينها حتى، باستثمارنا فيها لنربح روايتين، نربحوا العقليات لهي تتغير، ونربحوا لان نعود عندنا على الاقل اقتصاد جديد، هو ان نستثمروا في المجال الثقافي ونسوق. طيب نحن بلد يحتاج الى ان يكون بلدا منتجا زراعيا، منتجا رعويا، منتجا حتى في صناعات، لدينا معادن، ومع ذلك لم ننتج شيء من هذا. يعني نريد ان يعني نحصل رزقا من هذا، سنحصل رزقا من الثقافه. انا مبدئيا ماني ضد ان نعود مجتمع منتج، ونظر نعود مجتمع منتج لين نستثمر في الثقافه، لين نعود مجتمع واعي، لين نعود مجتمع واعي على خصوصيته، واعي على انه عنده ثروه صراحه يراهن عليها، ندرنا نتقدموا، ونين تم لا مجتمع بدوي وناسين هويتنا وناسين احنا من هما، صراحه ما نريد نقدموا في اي مجال. طيب يقال بان فاقد الشيء لا يعطيه، وثقتكم تتهم الفاعلين القائمين على قطاع الثقافة بالفساد، ومنذ زمن أيضا كما تقولون. ماذا تنتظرون من إيداع وثقتكم لديهم؟ احنا طبيعي جدا أن نتعامل مع الأمر الواقع. احنا نعرف على وزارة الثقافة ما هي واحد، وزارة الثقافة يعين عليها وزراء ويمشوا ويجوا، إلا أن احنا الممارسين المتابعين للشأن في وزارة الثقافة نعرف على أن هذه لوبيات يمشوا عنهم الوزراء ويجوا عليهم، وهذا هو مكمن مطالبتنا بالرواية، ندوروا محاسبة ذيك الناس اللي احنا نعرفوها وهي تعرف روسها، اللي ساهمت في مرحلة من المراحل في ترك الوضع على ما هو عليه وإبعاد ذوي الشأن، ونطالبوا بأنهم يحاسبوا في طار طيب يعني في هذا السياق يعني إيداع وثقتكم إذن بمثابة محاولة سيزيفية يعني اللي احنا بالنسبه لنا ايداع الوزير لن تصل وثيقه الى الوزيره الا عن طريق مستشاريها. احنا بالنسبه لنا ايداع الوثيقه عباره عن اشعار. احنا كنا نتوخى من وراء ايداع الوثيقه لوزير الثقافه، واصرينا على ان نسلمها لها يدا بيد، ولذا ما 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 ما, ما خليناها عند 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 السكرتارية المركزية. احنا ديميسيونير مشينا من عند المجموعة اللي احنا ماشيين عندها، لان راح نسلموا الوثيقة يدا بيد وزير الثقافة. اياك على الاقل احنا، واذا انطلاقا منه دائما مش رسائل ولا يرجع لنا الاجواب، عدنا نتساءل من درا كان الرسائل اللي مشوا، يا كانت توصل مكان القرار ولا لا. لذا عدنا مصرين عن هالوثيقة نسلموها مباشرة للسيد الوزير. ايضا فم حملة مناصرة، احنا نعرفوا على ان هذه الوثيقه انها ما هي اللي توصل مكانها، ما هونين تنطلق حمله مناصره على جميع الاصعده، سواء كان على مستوى البرلمان او على مستوى الفاعلين في المجتمع المدني او على مستوى المثقفين والشخصيات العامه. يعني انت قلت الوثيقه او دعناها هناك يعني بمثابه اشعار، ماذا بعد هذا الاشعار؟ احنا لم نودعها بعد الوثيقه، لم تسلم للسيد الوزير السكرتارية المركزيه. لا، السكرتارية المركزية قدمنا لها رسالة بالرغبة في لقاء السيد الوزير، وليست الوثيقة. هذا واحدة. الثانية على أن احنا تابعنا البرنامج اللي قدمت السيد الوزير في التلفزة، وشفنا على أن جميع اللي طرحنا احنا هون السيد الوزير طرحته، معناها تساءلنا بعض الأحيان عن أنها ربما تعود معنا، ربما تعود على قناعة تامة بذا الواقع، نختاره احنا وهي، واحنا ومن يهمهم الأمر، وأن نتعاونوا من أجل إصلاح هذا الوضع القائم، إلى عاد صفم حق نية حسنة من أجل إصلاحه. طيب في حال لم تتلقون يعني التجاوب إيجابي معكم من طرف الوزيرة ولا من طرف أي حد من القطاع، يعني هذه الوثيقة ماذا ستفعل؟ في حالة ما أجبرنا تجاوب، احنا عندنا مجموعة وسائل وعلنا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي وقلناها. احنا في ظل غياب الاماكن ممارسة الفعل الثقافي، احنا عندنا الشوارع ممكن نمارسوها في الشارع، الا ان نمارسوها في الشارع بطريقه واعيه. مثلا اللي احنا دائما نتهموا على ان ما في مسرح، واحنا نراهن على انه في مسرح، والدليل انه مسرحنا يمشي للخارج ويجي ويشاف مع المسارح الاخرى ولا يقل عنها اهميه، مع ان احنا البلد الوحيد اللي ما عندنا معاهد ولا عندنا دور المسرح. معناه لو ان كانت موجوده ذيك المعاهد ودور المسرح يعود احسن، هذا المسرح اللي يمارسوه في الشارع. عندنا سينما، ما عندنا دور للسينما، هذه السينما اللي نعرضوها في الشارع. عندنا فنون تشكيليه، ما عندنا دور لعرضها، هذه الفنون اللي نعرضوها في الشارع.
على الأقل حتى نجد أذان صغير. يعني انتباه، يعني تحاولون أن تجلبوا الانتباه. يعني هي هذه الانتفاضة يبدو أنها لما اتحاد السينمائيين وجمعية المسرحيين واتحاد الفنانين التشكيليين أيضا ومجموعة من الفنانين بقيادة أحمد البوه طاهر من تحمبارة، يعني مجموعة هنا ومدير مهرجان السلام عليكم كمونزا هو. طيب في فضاء السيري كاميرا الثقافي والجمعيات المنضوية تحته مجموعة من الفنانين المستقلين، ويعني هذه مجموعة كبيرة. ما الذي يجمع هذه الجمعيات أو هؤلاء الفاعلين؟ هذه الجمعيات وهذه الفاعلين في المجال الثقافي والفني يجمعهم الهم الوطني. كاملين على 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 اختلافهم وعلى اختلاف تخصصاتهم واختصاصاتهم يهدفوا، لأن تعود عندنا ثقافة وطنية هي عامل وحدتنا وهي عامل التعريف بهذا البلد اللي ينقال الجمهورية الإسلامية الموريتانية. احنا ما عندنا منشي يربطنا ويجمعنا ما هو هذا الشعار. معناها نختاروا على الأقل تحت هذه اليافطة نتوحدوا لياك نقدموا فعل ثقافي بعيد عن الركاكة وبعيد عن الابتذال وبعيد عن الحمار كيف ما قال البعض، على الأقل فعل ثقافي حامل رسالة حامل قضية، وهي أن هذا المجتمع عاد لاحقوا يخلق، عاد لاحقوا يوجد، عاد لاحقوا نعرف. طيب يعني في طموحاتكم فعلى المدى المتوسط تحدثتم عن بناء قصر للثقافة متعدد الاختصاصات، وأيضا تحدثتم عن منشآت أخرى وبناء مسرح وطني وإنشاء مركز وطني للسينما وكونسرفاتوار يعني للحفاظ على التراث الوطني بجميع مكوناته، دار وطنية للطباعة والنشر، وإنشاء قناة ثقافية عمومية متخصصة في الثقافة، طبعا القيام بجرد كامل للتراث الثقافي اللامادي بالوطن، وضع أطلس للمواقع الأثرية ومواقع ذاكرة وطنية بلادنا، وخلق وكالة وطنية للاستغلال الأمثل لمقدرات الوطن الطبيعي. يعني هذه الطلبات يفترض أنها تأتي نتيجة لعمل مضني ودؤوب من طرف العاملين في مجال الإنتاج الثقافي. هذا هو المطلوب، وليست مطلب لا أنتم قدمتموه كمطلب، يعني من مطلوب من اللهو، وهي تأتي كثمرة لنتاج عملكم. يعني هل تعتقدون أنكم تعملون في مجال الثقافة وتضحون بالقدر الذي قد يوصلكم إلى هذا؟ يعني لو عملتم بهذا الشكل قد تصلوا إليه حتى دون الحاجة إلى دعم الدولة. هذه المطالب حطيناها في المدى المتوسط. في المدى القريب احنا نطالبه بذيك اللي قبلها، وظاهر لنا على انه هذا هو اقل شيء يجب على انه يخلق. احنا شفنا في الدول المجاوره اللي احنا دائما نراهن عليها ونطرحوها كمثال، ما فيه دوله ولا في مجتمع ما عنده هذه الامور اللي احنا طالبنا بها. ومن اجل ان نمارس هذا الفعل الثقافي لازمنا هذه الامور، وعلى الاقل سقف طموحنا ماذا قدو، منين تتحقق هذه ونشوفوها ندور نطالبوا باكثر، ولكن هذا بعد على الاقل هو اقل شيء نقدو نطالبوا به. مظاهر لنا ايضا على ان في الساحه من الفاعلين الثقافيين والفنيين اللي قد يغذي هذه الطلبات، ومستعدين لانهم يتعاونوا مع سلطه الوصايه لياك نوصلوا لهذا المستوى. اما ان انت مكاملين كلنا متجاهل، احنا نعرفوا على ان نتحمل جزء من المسؤوليه اللي هم الفاعلين الثقافيين، نتحمل جزء من المسؤوليه، احنا لا نتحملوا بلاك جزء من المسؤوليه اللي عندنا يقارب ما اللي في الجهه الاخرى نختاروا يعني تحاولون الحصول على دعم او مساعده من اجل ان تقوموا بمسؤولياتكم. لن ننتظر طبعا احنا قبل الدعم، احنا حتى كم من مره عيطنا ان الدعم نختاره يوقف. احنا حد لا يدعمنا عدلنا هذا، يجب ان تكون هناك استراتيجيه ولا قبل حد لا يدعمنا عدلنا. طيب الاستراتيجيه الواضحه ويستثمر فيها، احنا منين نجبروا هذا يكفينا من الدعم، لانه مثلا اذا سيدي الوقت انتهى، نتمنى أن تكون المشاهدين قد استفادوا واستمتعوا من هذه المقابلة. إذن سيد سالم دندو، شكرا جزيلا لك، المتحدث باسم الانتفاضة الثقافية التي أصدرت الوثيقة التي كنا نتحدث عنها، ورئيس أيضا اتحاد السينمائيين الموريتانيين، وأيضا أحد المسرحيين قبل السينمائيين، يعني لك مسار طويل نعرفه جميعا. شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك. مشاهدي قناة مرابطون أينما كنتم، بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من المشهد. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.